تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، حجم الدمار في غزة أكبر من حجم الدمار في أوكرانيا. حرب أوكرانيا بدأت فبراير 2022، فبراير 2023، فبراير 2024، سنتين. إبريل مايو بنتكلم على سنتين وأكثر من الحرب الروسية الأوكرانية. في السنتين وربع دول من الحرب الروسية الأوكرانية، حجم الأماكن المتهدمة أو الحطام أو الركام الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية أقل من الحطام أو الركام اللي موجود في غزة، رغم أن حرب غزة 6 شهور، ورغم أن حرب روسيا أوكرانيا 2 وربع. أضف إلى ذلك أن روسيا العظمى بتحارب أوكرانيا وراءها أمريكا العظمى، يعني حرب عالمية مصغرة. روسيا من ناحية بعلاقات قوية مع الصين وكوريا الشمالية، وأوكرانيا من ناحية بعلاقات قوية ودعم كبير جدا من حلف الناتو بقيادة أمريكية. فقوة عظمى متصارعة في أوكرانيا، ورغم أنها قوة عظمى متصارعة في أوكرانيا، والناتو طرف غير مباشر وروسيا العظمى طرف مباشر، إلا أن حجم الحطام من الأماكن المتهدمة في حرب شبه عالمية أو حرب عالمية محدودة أكبر أقل بكتير من حجم الحطام اللي موجود في غزة. مسؤول أممي رفيع المستوى عمل مؤتمر صحفي في جنيف، وقال هذا المسؤول في الأمم المتحدة إنه حجم الحطام أو الدمار أو الركام اللي في غزة أكتر بكتير، رغم إنه الحرب الروسية الأوكرانية بتشتعل على مسافة أو على طول يصل إلى 1000 كيلومتر، ولكن الحرب في غزة على مسافة حوالي 25 ميل، كلها منطقة قتال، يعني مساحة صغيرة جدا الحرب في غزة، مساحة كبيرة جدا الحرب في أوكرانيا. هنا قوة عظمى، هنا ما فيش قوة عظمى. هنا بنتكلم رغم كل هذه المساحة كمان 2 وربع، هنا 1/2 سنة. وعلى الرغم من ذلك كل هذه المفارقات، إلا أنه حجم الدمار اللي في غزة أكبر من حجم الدمار اللي في أوكرانيا. رقم الأمم المتحدة أن في 37 مليون طن من المخلفات أو من الركام أو من الأطلال في قطاع غزة، 37 مليون طن. وحسب المسؤول الأممي ده معناه أن كل متر مربع، كل متر يعني قد كده، هذا المتر عليه 300 كيلو جرام من الركام. يعني لو حد هيشيل ما يعادل متر واحد بس، ينظف متر واحد من الركام بتاع المباني المتهدمة نتيجة الحرب الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة، متر واحد 300 كيلو جرام. يعني لو حد بيشيل شكارة أسمنت ولا أي حاجة تقيلة جدا 50 كيلو، اعتبر بقى دي 6 مرات، 300 كيلو في المتر الواحد. يعني لو بيت قدامه 200-300 متر وحب بس يشيل الحتة اللي قدامه في الشارع، شوف هيقعد قد إيه علشان يشيل هذا الركام. يضاف إلى ذلك حسب الأمم المتحدة إن في قنابل كتيرة جدا جدا لم تنفجر تحت هذا الركام، وبالتالي اللي بيشيل مش بيشيل مجرد ركام حجر ولا طوبة هيرمي، لا، ده ممكن يلاقي قنبلة، مش ممكن، هو هيلاقي قنابل لم تنفجر، هتنفجر أثناء محاولة إزالة الركام. يبقى في هذه الحالة أنت بتشيل ركام تحتيه قنابل، كمان تحتيه جثث لناس مفقودين، شهداء مفقودين حتى الآن من هذه الحرب الإجرامية. وفي مادة الإسبستوس بتقول الأمم المتحدة في 1 مليون طن من هذه المادة الخطرة موجودة تحت هذا الركام. يبقى إذا مواد خطرة، كمان جثث الشهداء، قنابل لم تنفجر، والمتر الواحد 300 كيلو جرام من الركام، والمجمل أو الإجمالي 37 طن من الركام. وعايزين بقى رقم حسب الأمم المتحدة، مئات الملايين من الدولارات
علشان نشيل هذا الركام ولعدة سنوات حتى تكون غزة آمنة. يعني بنهاية الحرب لم تنتهي الحرب، لأن مجرد الركام ده يتشال عايز ميزانية كبيرة ووقت طويل ومخاطر كبيرة اللي هيبدأوا يشيلوا الركام، فلابد من تكنولوجيا متقدمة جدا ومساعدة دولية علشان ما يكونش في ضحايا لانفجارات أو ضحايا لكوارث تانية أخرى أثناء إزالة الركام في حقبة ما بعد الحرب. طبعا شيء مروع لما نعرف أنه قطاع صغير زي ده يعني لا يقارن بالمساحة الهائلة اللي موجودة في أوكرانيا، وإن دي إسرائيل مش روسيا القوة العظمى التانية عسكريا في العالم، وإن هذه المساحة الصغيرة اللي إسرائيل بتضربها بلا رحمة ولا هوادة بما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية ودون أي احترام لقانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب وارتكاب كل الجرائم دون أي تردد. فشفنا إن النتائج إن بعد 6 شهور من الحرب الإسرائيلية على غزة حجم الركام أو الدمار أكبر من أوكرانيا، رغم أن هناك قوة عظمى وسنتين وربع ومساحة كبيرة للغاية. ده بيبين بالمقارنة أو بالنسبة والتناسب قد إيه حجم الكارثة اللي عملتها إسرائيل في قطاع غزة، حجم الجريمة اللي عملتها حكومة إسرائيل في قطاع غزة. ولكن على الرغم من ذلك كله قلنا ركام مش ركام، عدد شهداء كبير، عدد مصابين، عدد مفقودين، كل هذا الدمار، الشعب الفلسطيني قادر على أن يعيد نبض الحياة في هذا المكان من جديد. وقلنا موقف مصر كان ولا يزال دائما كما عبر عنه الرئيس السيسي لابد من إقامة دولة فلسطينية تكون هذه الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 67. كل احتلال إلى زوال، وسوف يزول الاحتلال الإسرائيلي يوما ما، وسوف تنهض الدولة الفلسطينية المستقلة شاء من شاء وأبى من أبى. 2، ماذا تعلم العرب من اليهود في أمريكا؟ أمريكا فيها مكونات اجتماعية كبيرة، الأساس فيها والكتلة الأكبر البيض البروتستانت، إنما فيه مكونات اجتماعية أخرى من السود للهنود الأصليين أو السكان الأصليين الهنود الحمر، للعرب والمسلمين، لليهود، للأسيويين من دول آسيا، وفيه بنلاقي تجمع ياباني، تجمع صيني، تجمعات كتيرة موجودة، وطبعا التكتل الكبير أو بعض البيض تكتل الأسباني أو القادم من أمريكا اللاتينية. فأمريكا عبارة عن مجمع لقوميات وإثنيات وأعراق وثقافات وديانات ومذاهب قادمة من أماكن مختلفة. المكونات الاجتماعية في أمريكا هي جزء من هوية وثقافة أمريكا، والديمقراطية الأمريكية بتسمح لهذه المكونات لا سيما في العقود الأخيرة بعد إلغاء العنصرية وبعد الحقوق المدنية ما كبرت في أمريكا، إن أي مكون في أمريكا يقدر يقوم بدور كبير في الحياة العامة. لكن المكون اليهودي الأمريكي قام بدور أكبر في الحياة العامة. لا شك إن المكون الياباني أو الصيني خدم بلاده بشكل كبير جدا، أفادوا اليابان وأفادوا الصين بشكل كبير، إنما المكون اليهودي ارتقى في سلم الحياة الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية والإعلامية في أمريكا، ما يسمى نفوذ اللوبي الأمريكي. إنما هذا الصعود كان ليه آليات. نمرة 1، إن المجتمع اليهودي الأمريكي ركز على التعليم، إن لازم يكون أبناء اليهود الأمريكيين متعلمين تعليم كويس جدا، وكويس جدا دي لها معايير في أمريكا. فمثلا لو هو أرسل ابنه أو بنته إلى جامعة من جامعات النخبة الأمريكية من التوب 10 أو التوب 20، العشرة الأفضل، العشرين الأفضل، التلاتين الأفضل، الخمسين الأفضل في أمريكا، في هذه الحالة بيكون عندهم فرصة كبيرة في المستقبل. يعني إذا قارنا بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي ومقارنة غير دقيقة لكنها تقريبية،
فلو قلنا انه في الاشتراكيه بيتم تقسيم المجتمع طبقيا، الاغنياء جدا والاغنياء الاقل غنى، وبعدين الفقراء الاكثر فقرا، طبقات حسب الملكيه، يبقى تصنيفك في الطبقه الاجتماعيه. في امريكا التصنيف اكتر تعليمي، انت متعلم في اي جامعه فالجامعه تديك درجه من التصنيف الطبقي. ده مش كلام دقيق تماما لكنه تقريبي، انه الى حد ما الارتقاء الاجتماعي او الهبوط الاجتماعي في امريكا اساسه الى حد كبير مش العائله ولا الاصل الاجتماعي ولا الملكيه، انما التعليم بالاساس اللي بيدي وضع طبقي للاشخاص في امريكا الى حد كبير. انما من المؤكد ان في معايير اخرى للتقييم. فالمجتمع اليهودي في امريكا بيوجهوا اولادهم انهم يتعلموا في جامعه من جامعات النخبه الكبيره دي، هارفارد وغيرها. لو هم دخلوا هذه الجامعات بيحتكوا بالمجتمع الأقوى في أمريكا والمجتمع الأقوى القادم في أمريكا، دي النخبة الحاكمة القادمة، سواء حاكمة سياسيا أو حاكمة اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو تقنيا، بل جزء من النخبة العالمية، لأن أبناء ناس كتير من نخب العالم بيتعلموا في هذه الجامعات. وبالتالي مجرد أن يدخل جامعة من جامعات النخبة الأمريكية هو خلاص بقى على الطريق الطبيعي للصعود في أمريكا وفي العالم، وفرص التوظيف كبيرة جدا، لدرجة أن البعض بيقول أنه خريج هارفارد الذي لا يعمل هو الذي لا يريد أن يعمل، وهم طلبة بيجي لهم عروض سخية جدا للعمل. المهم المجتمع اليهودي بيوجه أبناء المجتمع اليهودي الأمريكي بيوجه أبنائه ومجتمعات أخرى، إنما ده المجتمع الأبرز في أمريكا في إنه بيوجه أبنائه للتعليم العالي جدا في جامعات النخبة. النقطة الثانية، المحاماة هي الوظيفة المهمة جدا من الجهة السياسية في أمريكا، والمحامي في أمريكا وبالتالي النيابة والقضاء هو مش خريج كلية الحقوق فقط، مش لسانس حقوق فقط، إنما لازم يكون كليتين، واخد كلية عامة بعد الكلية دي امتحان، وبعدين يدخل كلية القانون، وبعدين امتحان اسمه البار علشان خاطر يتم اعتماده كمحامي في الولاية. وبالتالي المحاماة في أمريكا أمر شاق، إن أنت تاخد بكالوريوس أو ليسانس ثم امتحان ثم تدخل بقى على ليسانس القانون ثم امتحان علشان تدخل المحاماة، مش مجرد التخرج فقط من كلية الحقوق تبقى في وضع سواء محامي أو نيابة أو قضاء، ده النظام الأمريكي. والمحامون في أمريكا هم يعني دخلهم مرتفع جدا وموجودين في كل مكان، موجودين في البيت الأبيض، في الكونجرس، جامعات الضغط، مراكز الأبحاث، كل الشركات في أقسام قانونية كبيرة. واللي بيشوف أفلام أمريكية بيعرف يعني إيه محامي وأتعابه الكتيرة جدا، والفريق اللي بيشتغل معاه بياخد قد ايه، يعني ده بيعتبر من التصنيف الطبقي المرتفع في امريكا، او مش التصنيف الطبقي، التصنيف المادي كمان المرتفع في امريكا. المجتمع اليهودي الامريكي بيوجه ولاده ايضا للمحاماة، اذا بيوجهه لجامعات النخبة هارفارد وشقيقتها، بيوجهه للمحاماة، بيوجهه للطب، وبعدين بيخشوا الأحزاب السياسية وجماعات الضغط فبيكونوا مؤثرين جدا. وطبعا نتيجة الرأسمالية القوية، لأن التعليم ينتج رأسمالية في النهاية، وإيلون ماسك لأنه هو عبقري على المستوى الشخصي فبقى دلوقتي عنده ثروة طائلة الأغنى في العالم، فالذكاء ليه مردود مالي والعبقرية لها مردود مالي، وبالتالي بيتعلموا التعليم الرفيع ده بيبقوا أغنياء فيما بعد. الغنى بقى يؤثر في هوليود، يؤثر في وسائل الإعلام، يمتلك بقى نفوذ في أماكن كتيرة. العرب والمسلمين في أمريكا الأجيال السابقة لم تنتبه إلى ذلك، وبعضهم عدد قليل انتبه وعلم ولاده في جامعات النخبة، لكن الأغلبية ما كانوش مركزين في ده، إما تعبانين اقتصاديا شوية، غرباء على البلد شوية وعايزين يرجعوا، لا سيما بعض الدول العربية اللي هم لا يطيقوا الهجرة الطويلة، فهم ما اندمجوش بالقدر الكافي. إنما دلوقتي واحنا لما نشوف مظاهرات الطلبة في أمريكا، وهم طلبة فيهم طلبة يهود وطلبة عرب ومسلمين وطلبة أمريكان بيت بروتستانت وغيرهم، مجمع كتير من الطلاب، بس بنشوف ان في نسبة من أبناء العرب والمسلمين كبيرة غير مسبوقة
في الجامعات الكبيره ديت، بتلاقيهم في هارفارد، في جورج تاون، في ستانفورد، في ييل، في كولومبيا، في كل الجامعات الكبيره بيلاقي ابناء العرب والمسلمين، وده ما كانش موجود بهذا الحجم من قبل. نمره اتنين، بنلاقي ان في محامين من ابناء العرب والمسلمين بعدد غير مسبوق من قبل. نمره ثلاثه، في خمسه نواب في مجلس النواب من المهاجرين، برضو عرب او مسلمين، برضو ما كانش هذا العدد موجود من قبل. انما النقطه الاهم في ده كله هي معرفه الجيل الجديد من العرب الامريكيين او المسلمين الامريكيين، معرفتهم بالقانون الامريكي. قبل كده ما كانش في المام كفايه، يعني ممكن عندك مساحه القانون يسمح بيها، انت لا تدرك هذه المساحه. الحرب الاسرائيليه على غزه فهمت الناس هذا الموضوع، فبنلاقي الطلبه دول موجودين في جامعه كولومبيا، لغايه بنلاقي في لوس انجلوس، في اي مكان، جامعات كتيره جدا عامله مظاهرات. الطلبه عارفين حدودهم القانونيه. كمان الشباب اللي بيروح قدام السفاره الاسرائيليه في واشنطن او قدام بيت بلينكن وزير الخارجيه الامريكي، برضو كل دول فاهمين ان القانون يسمح بذلك، يسمح ان هم يقعدوا على السفاره، قدام السفاره، يعتصموا على الرصيف اللي قدام السفاره، يحطوا صور للشهداء الفلسطينيين، يرفعوا اعلام فلسطين قدام سفاره اسرائيل في واشنطن، القانون يسمح بذلك. هم استثمروا بقى القانون. وكذلك قدام بيت بلينكن وزير الخارجيه الامريكي، او في مؤتمرات صحفيه او ندوات للرئيس الامريكي او لمستشاريه. فدلوقتي الجيل الجديد من العرب والمسلمين الامريكيين بقى عارفين حقوقهم، عارفين القانون بماذا يسمح، بقى عندهم جرأة في التعامل كأمريكيين مش كمهاجرين إنما أمريكيين. كمان جزء منهم بقى يتعلم في جامعات النخبة، والجزء الآخر اللي بيتعلم في الجامعات الأمريكية المختلفة وفي غيرها، وحتى غير متعلم في الجامعات الأمريكية، بقى عارف كويس جدا إن القانون يسمح له بحرية حركة واسعة. حرية الحركة دي تم استثمارها لأول مرة 2024 في الجامعات الأمريكية. إذا تعلم العرب من اليهود في أمريكا إن أبنائهم أو الجيل الجديد يتصرفوا كأمريكيين، وإن هم مهتمين بالقانون، دراسة القانون، ومهتمين بالمحاماة والطب، ومهتمين بدخول جامعات النخبة، والأهم إن هم بقوا مدركين بماذا يسمح القانون الأمريكي، وبالتالي في كل المساحة الممكنة بدأوا يتحركوا كمواطنين أمريكيين. وده اللي خلى الإيباك لأول مرة يظهر للعلن ويخش اشتباكات وينتقد ناس، لأنه فوجئ إن في تغير في المجتمع الأمريكي فيما يخص مجتمع العرب والمسلمين في أمريكا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد المنشاوي في أكثر من مقال أشار إلى هذا التغير الحادث لدى أبناء العرب والأمريكيين الجدد، وإن إزاي بيتصرفوا كأمريكيين، عندهم قدرة على مواجهة أي طرف في أمريكا طبقا للقانون، والتعبير عن رأيهم والدفاع عنه إلى آخر نقطة يسمح بها القانون الأمريكي. وفاصل ونكمل. ثلاثة، آسيا الساخنة، هل هي حافة الهاوية؟ تعبير حافة الهوية قاله الأمين العام للأمم المتحدة 2023، لأنه كان صيف صعب جدا وأصعب من أي صيف فات، وأرقام قياسية في درجات الحرارة. إنما 2024 سجلت أرقام قياسية أخرى، لا سيما في آسيا، فأصبحت آسيا قارة ساخنة. بنجلاديش، بورما، تايلاند، الصين، الفلبين، أرقام قياسية في درجات الحرارة 2024. الموسم الرئيسي للحرارة في الفلبين اللي هو مارس إبريل مايو، مع درجة رطوبة مرتفعة، إنما سجلت درجات حرارة غير مسبوقة 45 درجة مئوية مع رطوبة مرتفعة جدا. هنتكلم على وضع لا يطاق في الفلبين، حتى إن هم قفلوا المدارس، ولما رجعوها دور الحضانة ما رجعتش تشتغل، وكمان مدة اليوم الدراسي قلت، يدوب 3-4 ساعات والأولاد يمشوا لأن ما فيش أجهزة تكييف في المدارس.
الوضع في بنجلاديش نفس الوضع، الوضع في بورما ممكن يبقى أسوأ نتيجة إن في صراعات ونزاعات داخلية، اعتداء على البنية الأساسية، وأصلا البنية الأساسية ضعيفة والحر مرتفع، مفيش أجهزة تكييف ولا طاقة كافية، وبالتالي عانى الناس في بورما 2024 عن أي عام فات بسبب درجات الحرارة المرتفعة. الأمم المتحدة بتقول إحنا أضأنا الإنذار باللون الأحمر، دلوقتي مش بس درجات الحرارة اللي موجودة في آسيا إلى أمريكا، إنما كمان الأنهار الجليدية بتتفكك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. القطب الجنوبي كتير من الجليد تفكك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. المحيطات بقت دافئة أكتر من أي وقت مضى، وبالتالي التوازن اللي موجود في العالم بيختل نتيجة كل هذه المظاهر السلبية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة اللي بقت مكتملة وبتخنق العالم مجتمعة مع بعضها. الأمم المتحدة بتقول إحنا عند حافة الهاوية، وكل سنة أكتر حرارة من التانية، أرقام قياسية قبل كده، كل سنة أرقام قياسية أعلى. وصيف 2024 هو الأعلى منذ سنوات طويلة، وبالتالي العالم قدام اختبار حقيقي، يكمل مسيرة الحرارة بلا توقف والعالم يكون مهدد بالفناء في المستقبل، أو إن العالم ينتبه لهذه الكارثة. الناس في آسيا بتقول طيب السنة الجاية هيكون الوضع إيه إذا كل سنة الحرارة بتزيد بهذه الطريقة، فالسنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها يا ترى شكل درجات الحرارة هيكون إزاي؟ ناقوس خطر وضوء أحمر كما قالت الأمم المتحدة، وحافة الهاوية كما قال الأمين العام، كلها مفردات مرعبة ما لم ينتبه العالم لمخاطر الاحتباس الحراري وتغير المناخ. ليحفظ الله عالمنا. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.